ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول أيضا بأنه حصل بيني وبين أخي مناظرة ومناصحة وبعدها تقاطعنا بسبب أني نهيته عن فعل منكر، فهل يعتبر هذا هجر لأنني سمعت حديثا بمعناه لا يهجر المسلم أخاه ثلاثا؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الحديث لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، أما الثلاث فهي رخصة، لكن هذا الهجر فيما يتعلق بأمور الدنيا، صار بينه وبين أخيه خصومة نزاع دعاوى، فله يهجره ثلاثا فأقل، وليس له يهجره فوق ثلاثا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان الهجر لله للمعاصي فهذا لا يتقيد بثلاث ولا بأربعة ولا بأكثر، بل يجوز الهجر ويشرع الهجر لمن أظهر المعاصي ولو أكثر من ثلاثة أيام ولو سنة ولو سنتين ولو أكثر منها، حتى يتوب العاصي، حتى يقلع، حتى يرجع عن ضلاله ومعصيته. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثلاثة من الصحابة 50 ليلة لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر شرعي، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بهجرهم حتى مضى عليهم 50 ليلة ثم تاب الله عليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام عليهم وأعلن توبتهم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الهجر للمعاصي والبدع لا يتقيد بثلاثة أيام، بل ذلك يتقيد بحال صاحب البدعة، صاحب المعصية التي أعلنها، فمتى تاب وأغلى عن معصيته وعن بدعته سلم عليه إخوانه، ومتى أصر على المعصية الظاهرة أو البدعة الظاهرة استحق أن يهجر وشرع هجره حتى يتوب إلى الله من ذلك، إلا إذا كان هجره يزيد الشر ويترتب عليه مفاسد أكثر فإنه لا يهجر حينئذ دفعا للمضرة الكبرى والشر الأكبر، على حسب قاعدة الشريعة في ارتكاب أدنى السنتين لتفويت كبراهما، وفي تحصيل على المصلحتين ولو بهوات الدنيا منهما. والحاصل أنه مقام عظيم يتفاوت فيه الناس، فمتى كان الهجر أصلح للعاصي والمبتدع هجر المدة التي يبقى فيها مصرا على المعصية والبدعة، فإذا تاب وأعلن رجوعه سلم عليه إخوانه المسلمون. ومتى كان الهجر يزيد الشر ويزيد الفتنة ويترتب عليه شر أكثر من معصيته وبدعته على المسلمين، أو هو يزداد شره وبناؤه، فإنه حينئذ لا يهجر ولكن ينصح ويوجه دائما لعله يرجع إلى الصواب ويبين له خطأه ويظهر له من إخوانه كراهة لعمله والاستنكار لعمله حتى يرجع من ذلك مع العناية بما يدفع شره ويقلل شره ويسبب سلامة الناس منه. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.